مصاحبة بيتكم المسامرات الرمضانية التي ندشنها من خلال هذه يعني الشهر المبارك من خلال المسامرة الأولى والتي عنوانها المقدس. سنخصصها حول المقدس التقديس والقداسة. إن مفهوم المقدس مشروط بالمفاهيم التي يرتبط بها أو يتعارض معها وبمنهج المقاربة التي يتبناها. إن تنوع مفاهيم المقدس التي تضاعفت تشهد على صعوبة الإدراك المفاهيمي لواقع ذاتي وموضوعي على حد سواء، والذي ينطوي على تجربة حساسة ومعتقدات ميتافيزيقية ولاهوتية والتي تضرب بجذورها في الدين. هل يمكن الوصول إلى تعريف جوهري لواقع مستقل له جوهره الخاص يعني حول المقدس، أم أنه معطى تقليدي فقط؟ إذا تم التعامل مع المقدس وفقا لمضمونه الواعي أو البراءة أو التصريح، أو يجب إعادته إلى شيء آخر غير نفسه، فالبحث عن جذور خفية كما تفعل العديد من التأويلات، تأويلات الشك التي اتخذت النمط لقراءة حقائق ثقافية معينة ولا سيما الدينية والإيديولوجية بشكل عام، كأعراض لعمليات خفية ذات طابع مختلفة تماما. يمكننا بالمعنى الأول أن نرى في المقدس تجربة أصلية لإدراك الحياة، والتي من خلالها نكتشف قوتها الإنتاجية، قوة الطبيعة والقوة السحرية لأشخاص معينين. إنه نشاط يشكل بشكل خاص رمز في الثقافات ويغزو جميع مجالات الوجود الفردي والجماعي، والذي يعمل بعد ذلك على تنظيم الإيماءات والكلمات من خلال المحظورات والواجبات والطقوس الاسترضاء والتضحيات. إنه معتقد في ما وراء الطبيعة وغير المرئي نحو القوى التي سيكون المقدس ناقل الاتصال بالمعنى الإلهي والإنساني وبالمعنى الإنساني الإلهي. إن الحديث عن المقدس هو حديث عن كلمة بقدر ما هو حديث عن حقيقة، بل إن الأمر أكثر دقة هو التساؤل عما إذا كان وراء هذه الكلمة حقيقة أو فكرة واضحة المعالم يمكن استخدامها دائما وأبدا في حياة الإنسان. بالإضافة إلى المظاهر في المجتمعات المختلفة للمقدس، يجب إثبات وجوده كواقع مستقل. ينبغي القيام بفحص النصوص الرئيسية التي أعطت لكلمة مقدس حروفها العلمية والتقدير اللازم. في هذه النصوص هناك تأكيد على أن هذه الكلمة يعني فيها الكثير من المعاني والدلالات، واكتسبت اليوم حق المواطنة في أعمال يعني جميع المفكرين والنقاد والكتاب. إن المقدس أصبح تجربة موضوعية أو بشكل أكثر دقة يعني جزء أساسي من المبحث العلمي التجريبي المعاصر. سنرى إذن أن هذا يعني الاهتمام بالمقدس سيخضع لتطوير نظري وأكاديمي كبير. وهنا من المؤكد أن الشعور بالمقدس الذي تقدمه الأديان المختلفة هو في حد ذاته وصف لتجربة يعيشها الإنسان، يعني وتمكنه من تخطي الهشاشة التي يعني والتناهي، وتساعده على إثبات وجوده. إذن المقدس هو مفهوم في الأنثروبولوجيا الثقافية يسمح للمجتمع البشري بإنشاء فصل أكسيولوجي أو معارضة بين عناصر مختلفة تشكل عالمه أو تحدده أو تمثله، فصل بين الأشياء والأفعال والمساحات والأيام والأزمنة وأجزاء من الجسم والقيم والمبادئ التوجيهية. القداسة هي نوع من الحرمة، هي حالة عامة لكون الشيء مشرقا أو
مقدسا، وبعض السياقات الأخرى غالبا ما تعتبر الأشياء شريفة أو مقدسة إذا استخدمت من أجل أغراض روحانية مثل التعبد أو خدمة الآلهة. كما يمكن أن نستخدم هذه المصطلحات في سياقات غير روحانية أو شبه روحانية أو استعمالات دنيوية ومادية بحتة. وبالنسبة إلى معنى المقدس، ما معنى المقدس ومن له علاقة بالدين بممارسة العبادة؟ فنحن نتحدث عن شهر رمضان الكريم على أنه شهر المقدس وشهر الصوم وشهر العبادة. هنا من ينتمي إلى المجال المنفصل والمعنى الذي لا ينتهك يسمى مقدس، وكذلك لمن ندين له بالاحترام المطلق الذي تتطلبه قيمته المتعالية، كما يدل المقدس على درجة عالية جدا في التميز يعني والسمو والرفع. هنا يمكن استحضار بعض يعني الأيام المقدسة مثل يوم الجمعة عند المسلمين واليوم السبت عند اليهود ويوم الأحد عند المسيحيين. آنذاك هناك احتفال ديني يتم حسب يعني الأعراف، ويقوم الاعتراف المشبه بأولوية الجانب التعبدي الغيبي وسلطة مطلقة للأبعاد الإلهية والروحانية في ذلك اليوم. يتعلق بموضوع العبادة الإلهية أو الخارق للطبيعة، مما يوحي بالاحترام العميق وكونه احتراما دينيا، فهو الفئة الأساسية للفكر الديني. يعني جو يعني كل الفكر الديني يدور حول المقدس كنوات صلبة يتمحور حولها. وغالبا ما يعتبر المقدس هو جوهر التدين، إن المقدس هو الذي ينتمي إلى المجال المنفصل وغير المحسوس والذي لا يمكن انتهاكه للديني، والذي يجب أن يلهم الإنسان الخشية والاحترام والهيبة والوقار، وهو يتضاد ما يوجد عكسه، يتضاد مع الدنيوي ومع الدنس أو المدنس. وهنا هو مقدس لأن الإنسان يشعر بالرهبة والاحترام المستوحى من الأشياء التي هي موضع التبجيل الديني. فمن ندين له بالاحترام المطلق الذي تقتضيه قيمته العالية فهو مقدس. وهناك هناك أشياء مقدسة وهناك كائنات مقدسة، وخاصة في قوانين الضيافة المقدسة. لكن هل المقدس هو دائما وأبدا مرتبط بالدين؟ يعني هل ارتباطه بالضرورة يكون بالدين؟ ما هو الحد الذي يفصل بين المقدس والمدنس والمقدس والدنيوي؟ ما المعنى الذي نعطيه لهذه الكلمة اليوم، المقدس أو القداسة أو التقديس؟ وهل هي صفة دائما أبدا إيجابية ممكن أن تكون يعني محدودة وبعض الشيء سلبي، خاصة عندما يتعلق الأمر بتقديس الأشخاص وتقديس ما هو دنيوي وما هو وضع؟ ما الذي يحدد المقدس في التفكير وفي العمل وفي الحاضر وفي الماضي وفي المستقبل؟ كيف يمكن أن نفكر في المقدس؟ وإلى أي مدى تقدر العلوم على تأهيل الإنسان لكي يخترع المقدس اللائق به؟ في الواقع تتقاطع مسألة المقدس مع جميع المجالات المتعلقة بالعلوم الإنسانية وعلم الاجتماع والفلسفة وتاريخ الأفكار والتحليل النفسي ويعني المقاربات الإبستيمولوجية، في نفس الوقت الذي يتم فيه إضفاء الشرعية على هذه المسألة، مسألة القداسة والتقديس والمقدس. عندما تزال قصص التعالي من التحليل، كيف يمكننا التفكير في العيش معا وبشكل أكثر جذرية؟ كيف يظل العيش معا ممكنا في ظل الصراع حول المقدس؟ إذا كان الأمر كذلك، ما هو السبب الأساسي يعني هذا الصراع حول المقدس؟ لقد واجهت العلوم الإنسانية هذا السؤال الحاسم منذ بداية الحداثة،
حاولت قدر الإمكان تخطي لا تسامح ديني وتأسيس الوجود المشترك على مقولة يعني الحرية المعتقد والتسامح. أن المفاهيم المنظمة للمقدس بتمييزه عن المدنس وعن الدنيوي تجعله كائنا مختلفا جذريا. تتعلق القاعدة التي تشكل منها تكوينات المعنى بموضوع الدنيوية والمدنية وانحسار تدعو لانحسار السرد الفوقي أو الحكي عن الآلهة الذي حدد نظاما هرميا مستقلا عن الفرد وعن المجتمع، وهو سبب نهائي تم طرحه بشكل مطلق والذي يشير إليه كل حدث بحيث يمكن قول قيمته وأهميته. كما طرحت القضية في علاقة بالمصير الذي يترك الفكر وجه إلى وجه مع الفراغ، حيث يمكن للمرء أن يعتقد أن فكرة المقدس سوف تتضرر. لكن على وجه التحديد المقدس ليس فكرة، فإنه بلا شك عن طريق الخطأ يعني يتحول إلى ما هو دنيوي. المقدس هو مفهوم عام إلى حد ما، في نفس الوقت هو ضرورة حتى لا يضيع الإنسان في تفكك الفكر الذي قام بتخصيبه. إن الدين يعمل في داخله الدنيوية باعتبارها جوهره العقلاني والمدني، وبالتالي فإن العلاقة بين المقدس والدنيا علاقة يعني متينة وهناك التصاق تواشج أصلي بينهم. يصبح دائما الإنسان موضوعا للعلم والمعرفة ومفتاحا لصناعة التاريخ. يعني وهنا الأسئلة، هل المقدس هو الذي يمنع الإنسان التقدير أم أن الإنسان هو الذي يمنع المقدس التقدير؟ من يصنع الآخر، الإنسان أم المقدس؟ يعني خاصة أن الدين يحمل في داخله دنيوية باعتباره جوهره العقلاني والمدني. الله مشكل بشكل جذري خارج العالم، هو متسامي والكون خالي من المقدس، ولكن من يسكن العالم هو الإنسان باعتباره يعني كائن يوجد في هذا العالم ويفعل ويفكر ويتأمل ويمثل الله فيه. ولكن إذا كان الكون لا مركزي يصبح الإنسان حينئذ موضوعا وقابلا لأن يأتي في وجوده الجزئي لا في حالته المطلقة ولا في تعليه بشكل تام. غالبا الاستمرار يعيش الإنسان عندما يتحول إلى كائن جزئي، عندما يتم إعادة تكوين المقدس على هذا الأساس، وتتمثل إحدى المفارقات المثمرة في يعني الفكر الديني في إعادة ميلاد المقدس في قلب حجة التحرر من الوهم. إن الأمر لا يتعلق بفضاء العقيدة داخل التحديث والذي من شأنه أن يصف الدين بأنه طموح مفتوح باستمرار لمعانقة اللامتناهي من خلال يعني النشر حتى الأشكال والأفعال الإيمانية فقط. لتحديد إذا كيف تطرح المسألة من خلال الكشف عن أنها تعمل من عدم وجود أساس فكري للمقدس، فإن الحاجة إلى التفكير فيه بشكل مختلف هو الأرضية التي من خلالها تجعل المقدس هو مطلب من أجل العيش معنا، أي خطاب حول المقدس قادم من حيث المبدأ. إذن كان لابد من كسر سحر القصص التأسيسية وأساطيرها ورموزها التي يعني تهيمن على تاريخ البشرية، حتى نتمكن من فك لغز فكرة المقدس وتأكيد نفسها كمفهوم وسيط بين الإنسان والعالم وبين الإنسان والإنسان وبين الإنسان والله، يربط المجتمع لكي يربط المجتمع بإنتاجه الذاتي وبتاريخه الدنيوي وبيقين تناهيه. تناهيه هو هشاشته. بهذا المعنى يعني هناك معالجات
نقديه اللي تقوم بها العلوم الانسانيه للمقدس، وخاصه التفكير في الانسان بشكل جذري دون التجاوز ودون تعالي ودون امتياز وجودي ودون رجوع الى مطلق. عندئذ يمكن ان تنشأ نظريه جديده عن المقدس من هذا، من يعني تجديل العلاقه بين التشريع والسرد والتاريخ. فما العلاقه بين الدين والمقدس؟ وكيف يمكن ان نتامل الظاهره الدينيه ضمن هذه العلاقه، يعني المقدس الديني؟ الدين هو نظام طقوسي للسلوك والمعتقدات المتعلقه بالمقدسات. وفقا لهذا التعريف هناك ثلاث عناصر تحدد الدين: التمييز بين المقدس والمدنس، وبين الطقوس والمعتقدات. وإذا ركزنا على التمييز بين المقدس والمدنس بالمعنى الدقيق للكلمة، فإن ما هو مقدس هو ما هو منفصل، الذي يعني التحديد والتقييد. والشخص العادي على العكس من ذلك هو الشخص المنظم، يعني هو استعمل فكرة القداسة لكي ينظم وجوده، أي يجعلها غير قابلة للتغيير، ويتمتع بالحرية وباحترام النظام القانوني. إذن في الأصل هذا التمييز موجود في جميع الأديان. هناك ثلاث عوامل تجعل الإنسان يفهم المقدس بهذه الطريقة. العامل الأول هو القلق التقني، هذا الشعور الناتج عن حاجة البشر في ظل انعدام الأمن يواجه الطبيعة، إنه قلق ممزوج بالرهبة، الغرابة المزعجة أمام ما هو وراء العالم، وراء الطبيعة، والذي لا يمكن وصفه أو التعبير عنه، ولكنه مع ذلك موجود هناك. إن عبادة الطبيعة شخصية، وبالتالي يعني هي محاولة للسيطرة على هذه القوى الطبيعية الفائقة. إذن هذا المعطى الأول الذي يجعل من الإنسان يشعر بالحاجة إلى المقدس. المعطى الثاني هو القلق من الموت، خاصة عندما تفارق الروح يعني الجسم، ويعني يبقى الأثر من الإنسان فقط ما تبقى من جسمه. يجب علينا التوفيق بين يعني الفناء، ويعني من خلال الفناء والتنهي، من خلال إعادة تخليد وعبادة الأجداد. وهذا هو العنصر الثاني، هذا الانزعاج من الموت وهذا الانزعاج من الفناء، وأن يعيش الإنسان الفناء عبر تجربة فناء الآخرين. العنصر يعني المعطى الثالث الذي يدفع إلى تأكيد الحاجة إلى المقدس هو مشكلة هوية الأحياء، إذ ينشأ من حيث الأصل كثير من الأسئلة، مسألة الهوية، يسأل الإنسان عن أصله وهويته، وخاصة يطرح على نفسه سؤال: من أين أتينا وإلى أين نحن ذاهبون؟ ويتجسد هذا البحث عن الأصول والنهاية خاصة في الأساطير والأديان، وتظل كثير من الأسئلة معلقة رغم وجود بعض الإجابات. في جميع هذه الحالات هناك خوف من الخارج، عن عدم السيطرة، ومحاولة إقامة شكل من أشكال يعني التنظيم والعقل من خلال القداسة، من خلال التقديس، من خلال المقدس. وهكذا فإن جوهر الدين هو المقدس، وليس فقط هو المقدس باعتباره إيمان بآلهة مطلقة. هناك ديانات يعني تركز كثيرا على ثنائيات، ثنائية المقدس والمدنس والمقدس والدنيا، ولكن هناك ديانات يعني تركز فقط على فكرة المقدس دون مقارنتها ب يعني بأضدادها، ولكنها تحتاج إلى طقوس، وتحتاج إلى طقوس، وخاصة في الطقوس بالمعنى الواسع، وهي سلوك نمطي، وبالمعنى سلوك نمطي
تجريبي وموروث وتكراري، وبالمعنى الديني هي مجموعة من الإيماءات والممارسات المقننة المقعدة متعلقة بالمقدسات، وتتوافق الطقوس مع الاستخدام الجماعي ولها فاعلية تجريبية إضافية، ولا يمكن للإنسان أن يظل محبوسا في وضعه ولا أن يهرب منه تماما. تشكل إذن الطقوس اندماجا لهذا الانتقال الجزئي في الحياة اليومية، وذلك بفضل المواقف المتكررة والمنظمة التي تهدف إلى التوفيق فيما يند ويفلت منها. هنا ليست كل الطقوس دينية، ويجب تمييز طقوس التطهير كالترسيس والطقوس السحرية والطقوس الدينية. في الواقع في مواجهة ما لا يمكن السيطرة عليه، هناك ثلاث مواقف محتملة، يعني تخص إنشاء المحرمات، تخص طقوس التطهير هذا في المستوى الأول، ثم ثانيا يعني هناك تلاعب، خاصة في تلاعب بعيون الناس وبأحيانا ملكاتهم الإدراكية، خاصة في طقوس السحر عندما يعني هو يتمثل تحديدا في انتهاك المحرمات وبالتالي ترك الطبيعي لما هو خارق للطبيعة، وهذا الاحتمال محجوز الأفراد المكرسين خارج المألوف. في الموسم الثالث هناك محاولة للانفصال معه والتواصل معه، إنه التقديس، وخاصة في الشعائر الدينية حيث تجعل الطقوس الدينية من الممكن الاتصال بما هو خارق الطبيعة والتلاعب به دون التخلي عن الإيمان النسبي للحالة الطبيعية التي يضمنها احترام القواعد. وهكذا فإن التقديس وهو أساس الطقوس الدينية يفترض وجود نوعين من الطقوس، طقوس التغلب على ذلك بثبت الانفصال بنسبة الصلاة والتي تؤسس التواصل والسلة والمشاركة. على سبيل المثال هناك يعني صلاة التطهير التي تليها إقامة الرباط، ثم تتعلق الطقوس الدينية بشكل أساسي بالقوى الطبيعية، وهنا الإيمان يعني عودة الأجداد والقتل، يعني وهذه الممارسات هي ضرورية لإبراز طابع المقدس وإبراز تعلق الإنسان بالآلهة وبالمطلق. هكذا فإن الدين هو مجموعة من الطقوس، ويطرح مشكلة الوظيفة النفسية والاجتماعية، ويحاول أن يبتعد كليا عن يعني مسألة إنتاج الأوهام ومسألة التلاعب ومسألة التعويض، ويركز على الحاجة إليه من جهة التمسك الاجتماعي ومن جهة الوظيفة النفسية. ربما في الجانب الثالث هي مسألة المعتقدات، كيف هي العلاقة بين المقدس والمعتقدات، أو المقدس باعتباره معتقد أو الاعتقاد في المقدس. في أي دين هناك معتقدات تتعلق بالمقدس، يمكن أن تتخذ هذه المعتقدات أشكال مختلفة، أسطورية أو عقائدية أو يعني تصورات. تتعلق المعتقدات بحساب نشأة المؤسسات الاجتماعية التي تبررها وتضمن ثباتها، والعقائد هي بنود إيمانية تتعلق بطبيعة الكائنات الخارقة للطبيعة التي يتم تقديم العبادة لها. هو التجربة الفردية، التجربة الروحية الفردية بشكل بارز لا تتعلق بأي معتقد معين، بخلاف الاعتقاد بالتعامل المباشر مع ما هو غيبي، سواء كانت المعتقدات العقائدية أو الدينية لها طابع جماعي، فإنها توحد المؤمنين بها في مجتمع إيماني يمكن إضفاء الطابع المؤسساتي عليه. يعني الدين كمجموعة من المعتقدات متمحورة أو تدور حول فكرة المقدس يطرح مشكلة العلاقة بين الإيمان والإيمان والمعرفة، وإشكالية البراهين على وجود المقدس من عدم وجوده، والتمييز بين يعني الموضوع يعني الجزئي والموضوع الكلي. ويمكن أن نلاحظ بأن الإيمان بوجود المقدس
هو أكثر يعني أكثر موضوعية وأكثر عقلانية من الإيمان بعدم وجوده. يعني ترجيح الإيمان بالمقدس له فوائد ومزايا أكثر من ترجيح عدم وجود المقدس ونفيه، لأن فيه مضار وفيه مخاطر، ويؤدي إلى يعني نوع من العدمية والفوضى والتشتت الروحي. في نهاية المطاف، الدين هو علامة التغلب في مجتمع الأحياء على الأفكار التي ترمز إلى مجتمع الأموات، وليج المجتمع ليتفوق على نفسه، أي حيث لا تتجاوز جماعة أعضائها الفاعلين. من وجهة نظر يمكن أن القول أنه لا يوجد أي مجتمع غير متدين، فالدين ضروري للاجتماع الإنساني. فالإنسان المتدين يختبر شعورا بالاندماج مع واقع متسامي ومتعالي ويقين مطلق يسمح له بإدراك حقيقة الأشياء وبالتواصل مع الناس الآخرين. ولذلك فإن يعني الإيمان بالمقدس وحجر الزاوية في الصرح الديني والروح الدينية هي تقريبا يعني تدور حول فكرة المقدس، وتجعل يعني العقل العلمي ينتقل من الشك إلى اليقين، ويجعل تجعل الإيمان بالحقيقة يعني العلمية مسألة خارج إطار التعصب وخارج إطار يعني الغلو في الارتباط بالمقدس. وهنا لا يمتلك الدين عصرية الإيمان، وهنا ينبغي يعني فهناك مثل ما هناك تعصب ديني هناك تعصب غير ديني، ويمكن أن يكون الإيمان متسامحا، الإيمان بالمقدس متسامحا، خاصة عندما يكون إيمانا غير عقائديا، أي مبني على الحرية وليس على الإكراه والتسلط. وهنا العلاقة السوية بين الإنسان والمقدس ينبغي أن تتأسس على الاقتناع وعلى الإرادية وعلى الحرية، وأن تبتعد قدر الإمكان تبتعد عن الإكراه وعن السلطوي. ما الفائدة الآن من التفكير في الفلسفة في المقدس، وماذا يعطينا، ولماذا، وما هو الرهان الذي يمكن أن نستخلصه في علاقة بأهمية المقدس؟ يعني نحتاج هذه الشعوب تحتاج إلى إيمان بالمقدس من أجل أن تمنح لنفسها فرصة للبقاء، فرصة لحفظ الكيان، ومن أجل أن تجعل حياتها المشتركة لها هدف، لها مقصد، ولها معنى، ولكي يعني تنظم أفعالها المشتركة نحو الخير العام، ونحو ولكي يكون السلوك الصالح والفعل الخير له قيمة وله مقاصد وغاية، تحاول تسمح من خلاله بتوحيد الجهود نحو بناء إنسانية أكثر تعاون وأكثر ألفة وأكثر إقبال على الوجود، وأكثر مقاومة للفساد وللشر ولكل المزالق الإنسانية التي يمكن أن يقع فيها الإنسان. وبالتالي لا يمكن تصور دين دون مقدس، ولا يمكن تصور مجتمع دون دين، ولا يمكن أن نبقي على الدين في حالة جمود وفي حالة تقليد وفي حالة ركود، ولا على إعادة طرح سؤال عن المقدس وعن القداسة وعن القدس. هو محاولة في يعني إطلاق باب الاجتهاد وفي تحريك السؤال عن مفهوم المقدس وعن دوره وعن وظيفته وعن ضرورة تطويره وضرورة يعني إعادة يعني تأويله وإعادة تشكيله، حتى يتطور السؤال الديني، وحتى
يعني يكون هذا الاهتمام بالدين هو اهتمام من أجل الحياة ومن أجل إنسانية الإنسان. وشكرا جزيلا إلى يعني مؤتمر رمضانية قادمة.